جاهزين؟ جاهزين لإيه؟ للعبة. للعبة. واللعبة جاية منين؟ بالبينجو. مش سامع. بالبينجو. لا مش سامع برضو. برافو برافو برافو. النهاردة بقى أولا حيوا مستر وميسس بينجو، تحية كبيرة قوي. النهاردة بقى أنا ومستر وميسس بينجو قعدنا كده نفكر، صحابي النهاردة معانا وبيحتفلوا بعيد ميلادهم مواليد شهر واحد. أنتِ رايحة فين؟ تعالي هنا أهو، تعالي عشان أديكي لعبة، تعالي. نجيب لهم إيه أو نديهم إيه؟ فعندنا هنا بينجو ستور اللي ورايا هنا في 4 شارع شريف، لقيت فيه لعبة حلوة قوي. اللعبة دي عبارة عن إيه بقى؟ اسمعوا بقى وركزوا. اللعبة دي أولاً لعبة جديدة خالص، لسه نازلة جديد في محلات بينجو، عبارة عن رملة ملونة. كلنا عارفين الرملة، مش إحنا بنقعد على البحر نعمل أشكال بالرملة؟ بس إحنا بقى النهاردة مع بينجو هنعمل أشكال 3D، يعني أشكال حلوة قوي قوي قوي. إحنا عارفين الرملة، الرملة النهاردة هتكون معانا رملة ملونة وناعمة جدا، هنعمل بيها أشكال حلوة جدا. وطبعا الرملة دي مصنوعة من مواد طبيعية وآمنة جدا على أولادنا الصغيرين. وإحنا بنجيب أي لعبة من بينجو لازم نبقى متأكدين من علامة الجودة EN71. كمان لو أي حد عنده أي سؤال أو استفسار، في هنا الهوت لاين الخاص ببينجو 19-8-5-8 لأي استفسارات. طبعا بينجو حاجته بتتباع في كل مكان. تعالوا بقى نشوف الهدية بتاعت صحابي النهاردة. خلينا بس نتفق على اتفاق، كل اصحابي النهارده اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم كل واحد فيهم هياخد هديه من دي. صحابي التانيين اللي شرفوني ونوروني هياخدوا صلصال. اوكي، حيوا بقى بينجو مره ثانيه. ويوسف فين؟ طيب تعالى يا يوسف، تعالى تعالى. ايه تعالى شوف الهديه فيها ايه. بصوا بقى الهديه عباره عن ايه، هنفتحها كده هنلاقي فيه الكيس ده، الكيس ده اللي جواه الاستنباط اللي هنعمل بيها الاشكال. خلاص عندنا كام شكل؟ عندنا 1 2 3 4 5 6 اشكال. خلاص اوكي، دي هنعمل بيها اشكال الكب كيك. احنا عندنا اربع، اولا العلب بتاعتنا فيه ايه هوريها لكم، اربع حاجات هنا اهوت. هنعمل بالبينجو ساند اللي هي اشكال الكوكيز والكب كيكس، خلاص زي اللي بناكلهم، بس طبعا دي مش هناكلها، دي هنعمل بس بيها الشكل بتاعنا. وهنا في الزو اللي هي فيها الحيوانات، فيها الهيبوبوتيموس اللي هو سيد قشطه، وفيها الاسد، وفيها كذا حاجه من الحيوانات اللي بنشوفها في حديقه الحيوانات اهيت. وفي كمان بينجو عامل لنا هنا في بينجو ساند الستامب اللي هي بيست ويشز كونجراتيوليشن ثانك يو اهي الستامبس. وهنا كمان في الكيتي اللي هي اشكال مختلفه للقطط. كل ده هنعمله بالرمله الملونه الحلوه. شوفوا بقى عشان ما تروحوا البيت، ركزوا معايا مركزين، هتعملوها ازاي. خلاص هنا عندنا اكياس الرمله اهي جوه، عندنا اللون ده لونه ايه؟ بينك. وده لونه ايه؟ ازرق. ازرق. وده لونه ايه؟ بنفسجي. موف. وده اخضر. اخضر. اوكي طيب هنعمل ايه بقى؟ هنبتدي باللون ده ايه؟ بينك. بينك. هنفتح الكيس كده اهو، والرمله ناعمه قوي قوي قوي. وزي ما قلنا هنجيب الاسطمبه دي كده، الله، وهنجيب ايه شكل ده من الورده، هنعمل دي كده ونركب الاسطمبه بتاعتنا كده اهي. بس يا يوسف هتروح داخله جوه كده، هنروح جايبين الرمله دي حاطينها جوه اهو. بصوا بقى هنملاها اهو. مين بيعيط؟ هنملاها جوه كده وندوس ونملاها كده جوه. خلاص ونحاول ما نوسخش اي حاجه اهي اهي اهي. ونملى نملى اهو. انتوا بتحبوا الورد؟ اه. بس انتوا عارفين الورد اللي في الشارع مش المفروض نقطفه ها؟ ايه بتضحك ليه؟ ايه اللي بيضحك؟ لا. الورد اللي في الشارع مش المفروض حد يقطفه. صح. صح؟ ولا الزرع اللي في الشارع المفروض حد يقطفه. صح. هندوس كده، هنضغط كده، نملاها تاني اهو. ده الشارع. ده الشارع بتاعي اه، اللي انتوا النهارده مشرفيني ومنوريني فيه. انا عايزه اغير من عندي. من فين؟ من
من عند الشارع بتاعتي؟ اهو هندوس كده. بصوا بقى ركزوا هنعمل ايه. بصوا كله يركز. هنروح عاملينها كده، هنقلبها كده ونروح. لا خليك قاعد، بص على الشاشه. وهنروح دايسين كده اهو. اهي اهي اهي. ايه رايكم؟ حلوه؟ حلوه؟ شفتوا؟ اوكي؟ عامله زي الجيلي، صح كده. دي كاب كيك بتاعتنا. خلاص يبقى عرفنا كده، عرفنا كده النهارده الهدية الخاصة بأصحابي الصغيرين مقدمة من بينجو. طبعا اللعبة دي بتنمي المهارات الحركية وبتعمل تنسيق بين الإيد والعين، وبتعزز طبعا الإبداع والابتكار، وبتطور حاسة اللمس عند الأطفال. وأنا دايما بشكر بينجو إن كل الألعاب اللي موجودة في كل بينجو ستورز كلها بتنمي قدرات الأطفال، وكلها ألعاب أنا بشوفها حلوة قوي. الكبار هيلعبوا بيها مع أولادهم صح؟ مغرية جدا جدا جدا. يلا حيو بينجو بقى ومستر وميسس بينجو. وانا ورايا اللعبة هيك كلها بتاعتكم، كل واحد وهو ماشي. ها ولا تاخدوها دلوقتي؟ لا وانتوا بس استني انا عشان انا ما اتكلمتش. انت اسمك ايه؟ حالة. اوقف يا حالة كده، سقفوا الحالة مرة تانية. حالة النهاردة عيد ميلادها صح؟ انت تميتي كام سنة؟ 5 سنين. 5 سنين؟ انت شاطرة في المدرسة؟ وانت النهارده جايه مع منى؟ ها بتحبي منى قوي؟ هي كمان بتحبك جدا، وحلوه قوي السويت شيرت اللي انت لابساها. سقفوا الحاله مره ثانيه. طيب اهم حاجه في العيد ميلاد يبقى مع الهديه بتاعه بينجو يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه ايه؟ لا مش سامع. جاهزين؟ جاهزين للتورته؟ طيب خلونا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع التورت بتاعتنا ونحتفل بأصحابي اللي النهارده معانا مشرفينا ومنورينا في 4 شارع الشريف. فاصل.